السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الأمل، صباح التحدي، صباح الإصرار. النهاردة أول حلقة من حلقاتي معاكم في برنامج نعم أستطيع. نعم أستطيع مش مجرد شعار، مع نعم أستطيع بالإصرار والتحدي يأتي الانتصار. بعون الله وتوفيقه، معكم الإعلامي إسلام القناوي. النهاردة أول حلقة ليا معاكم، وبإذن الله هنناقش كل الموضوعات اللي بتهم السادة المواطنين، وهنطرح فيها كل التساؤلات على السادة المسؤولين. وهدف برنامجي نمرة واحد توعوي، ثانيا هنسلط الضوء على تجارب النجاح والكفاح. زي ما هنسلط الضوء على تجارب النجاح والكفاح، هنسلط الضوء على الفاسدين عشان نحل مشاكل المجتمع المصري. في برنامجي نهجه هيبقى المناقشة والحوار، وزي ما هنقدم الإيجابيات هنعرض السلبيات، وزي ما بنعرض المشكلات هنقدم الحلول. هدفنا ان احنا نوصل لأكبر كمية من المشاهدين عشان يتم التوعية. بإذن الله النهاردة حلقتي هنتكلم عن أكتر من موضوع يهم السادة المواطنين. شغل الشاغل للناس دلوقتي اللي هو الهلع اللي من تفشي فيروس كورونا. بس المشكلة كلها في وعي السادة المواطنين. الدولة مشكورة بتحاول ان هي تعمل الضوابط والقيود وتفرض غرامات على الناس المخالفين لاتباع سبل الوقاية والسلامة من الفيروس. بس ده للأسف مش كفاية، لأن السلاح الوحيد اللي هتقدر بيه مصر إن هي تخطى الأزمة دي إن هي وعي المواطن. وعي المواطن هو ده السلاح اللي احنا هنحارب بيه الفيروس ده. الفيروس ده فيروس ضعيف جدا، لا يرى بالعين المجردة، ولكن ده حضراتكم عامل زي القناص. قناص انا مش شايفه، لكن هو ممكن يصيبني في اي وقت. مش لازم احط نفسي في مرمى النيران بتاعته، لازم ان انا اكون مأمن نفسي كويس. ليه؟ عشان عايز انا احمي نفسي واحمي غيري. وده موضوعنا النهاردة اللي احنا هنتكلم عنه. هنتكلم عن الناس في الشارع نوعين، يا شخص مصاب يا شخص سليم. هنتكلم في الاول عن الشخص السليم، لازم ان هو يتبع الاجراءات الاحترازية اللي هي التباعد ولبس الكمامة قدر الامكان، ولو هو في مكان في مصدر مية جاري ان هو يحاول يغسل ايديه بالصابون باستمرار. الشخص المصاب، وهو دوت ان شاء الله موضوع حلقتنا، هنتكلم عن الشخص المصاب. الشخص المصاب في اتنين، في شخص ظهر عليه الاعراض وعارف ان هو مصاب، وفي شخص تاني مش ظهر عليه الاعراض لكن هو حامل للفيروس ممكن بسهولة ينقله لغيره. وده اهم شخص في الحلقة بتاعتنا ديت ان شاء الله النهاردة. حالات الحجر او العزل المنزلي، حالات الحجر والعزل المنزلي هو ده هيكون موضوع حلقتنا النهاردة. النهاردة معانا موضوع مهم جدا، ازاي السادة المواطنين اللي هم مصابين بفيروس كورونا وظهر عليهم الأعراض واتقال لهم ان هم يقعدوا في بيوتهم تحت الحجر المنزلي، ازاي يتعاملوا مع الوضع دوت. لازم يكون هو قاعد لوحده في اوضه لوحده، ما حدش يختلط بيه. لازم يبقى في تعقيم مستمر. لازم هو يكون حريص جدا جدا على نفسه وبياخد الادويه اللي ضمن بروتوكول وزاره الصحه اللي متعرف عليها. لازم يحاول بقدر الامكان ان هو ما يختلطش مع الناس. امبارح انا شفت منظر يعني صراحه يعني ضايقني جدا. بعد ما الدوله قالت ان السجل المدني هيشتغل، ده المنظر يعني حضراتكم يعني ما ينفعش الناس تبقى بالمنظر دوت قدام السجل. معاكم اول يوم اشتغل في السجل المدني والناس كلها اللي عايز يجدد بطاقه واللي واللي، بس ما ينفعش حضراتكم المنظر. لازم يكون في وعي ايه
اكتر من كده. ان شاء الله في الفقرة اللي جاية هنتكلم مع في مداخلة هتبقى موجودة معانا دلوقتي، مش عارف هل جاهزة ولا لأ. بإذن الله هيكون معانا مداخلة مع الدكتور مجدي رشدي عضو لجنة الصحة في البرلمان، عشان يعني إن شاء الله هو يحاول يوصل لنا بناء على تواجده في لجنة الصحة بالبرلمان إيه هو أداء الحكومة. هل المداخلة جاهزة؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيادة النائب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور مجدي؟ اهلا اهلا وسهلا. حضرتك يا دكتور مجدي، عايزين نعرف من خلال متابعة سيادتك لجلسات لجنة الصحة بالبرلمان، ايه رأي حضرتك في الاستراتيجية اللي بيتم التعامل بيها مع حالات العزل المنزلي من قبل وزارة الصحة، وهل هي كافية لعلاج ومتابعة الحالات ديت؟ هو الاول بس عايزين نقول انه العزل المنزلي عاده بيبقى للحالات البسيطه جدا او الحالات اللي مش عليها اعراض وايجابيه مثلا او مسحتها طلعت ايجابيه، فدي حالات ما فيهاش مشاكل كتير محتاجه توجيه وتوعيه فقط. الحقيقه من خلال التطبيق بتاع صحه مصر اللي معمول حاليا واللي موجود على موبايلات ناس كتير، ومن خلال برضه التوعيه اللي بنسمعها سواء مقروءه او مرئيه بالنسبه للعزل المنزلي وشرح العزل المنزلي وفكرته الى حد ما ممكن يساعد كتير الحقيقه في مساله ان العزل المنزلي ده يعدي بسلام ان شاء الله. تمام. لكن ما زال الموضوع العزل المنزلي لان ده احيانا بيزيد قوي العدد واحيانا بيحتاج الى انه يبقى في ربط مع المعزولين بالمنزل، بمعنى انه لازم يبقى في نوع من انواع التواصل المستمر بفرق طبية، نوع من التواصل المستمر بالمعزولين دول ومعرفة أماكنهم ومعرفة يعني حالتهم يوم بيوم وتسجيل كل التغيرات عليهم يوم بيوم. ده ما أعتقد أنه بيستدعي فرق متطوعة أو فرق طبية متطوعة سواء من القائمة دي عملية الرصد أو فرق متطوعة لهذا الأمر مخصوص للعزل المنزلي. فاعتقد ان هو الوزاره بدات تشتغل في هذا الاتجاه الى حد كبير معقول في الفتره الاخيره، بس محتاجه ان يبقى في تواصل من الفرق الطبيه مع الناس اللي معزوله في المنزل لارشادهم لتوجيههم لنقلهم برضه للمستشفيات في حاله الاحتياج، ودي اهم خطوه واهم نقطه ان يتنقل بدري ما يتاخرش. تمام. النقطه الثانيه اللي عايز اسال حضرتك فيها، ايه راي حضرتك في دور وزارة التضامن الاجتماعي في التعامل مع حالات العزل المنزلي؟ كلنا طبعا شفنا الفترات اللي كان بيبقى فيها حجر صحي على بعض المناطق، كان لدور لوزارة التضامن الاجتماعي دور كبير جدا في ان هي تدعم الحالات بالسلع التموينية والمواد الغذائية اللي لحد باب بيتها. ليه حضرتك شايف حضرتك دورهم في التعامل في الموضوع ده ايه؟ هو الحقيقة وزارة التضامن في الفترة الأخيرة دورها بقى واضح وبارز وسريع الاستجابه لكل الازمات، وفي العزل المنزلي اعتقد ان دورهم من توفير العلاج، من توفير مستلزمات، من توفير اشياء كثيره جدا للمعزولين منزليا ولا سيما الغير قادرين، لان دي مسؤوليه الدوله ومسؤوليه وزاره التضامن. انا شايف الحقيقه في الفتره الاخيره ان دورهم قايمين بيه كويس قوي، في نوع من التنسيق ما بينهم وبين وزاره الصحه وبينهم وبين الوزارات الاخرى، يعني في طفره في اداء وفي طفره في اداء وزاره التضامن الاجتماعي في الفتره الاخيره دي. وده مسؤوليه مهمه جدا لانه في حالات الاوبئه بتتضافر كل الجهود وتتضافر كل الجهات للمرور بالازمه او للعبور بازمه الوباء اللي موجود، فالوزاره التضامن متضامنه جدا ومتناسقه مع الصحه وايضا وزاره التعليم العالي دلوقتي. بس بنتمنى زياده الدور دوت حضرتك مع حالات العزل المنزلي. بنتمنى زياده الدور ده مع حالات العزل المنزلي. بالتاكيد، ولا سيما الغير القادرين، لان حالات العزل المنزلي هتشمل القادرين والغير القادرين، هتشمل ناس كتير. فبالتاكيد الدور لازم يزيد ولازم يبقى في نوع من كمان في حالات كتير هتحتاج تعويض عن عزلها منزليا وعن عدم عملها وعن عدم اكتسابها لرزقها، وفي حالات كتير جدا هتحتاج بحث اجتماعي من وزاره التضامن ومساعده. تمام. احنا بنشكرك جدا 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 سياده النائب على المداخله الجميله ديت، والف الف شكر لحضرتك. عفوا يا فندم. شكرا. شكرا.
دلوقتي هنخش للموضوع الثاني اللي احنا هنتكلم عنه بيهتم السادة المواطنين، هو موضوع امتحانات الثانوية العامة. امتحانات الثانوية العامة بتشغل بال قطاع كبير من المجتمع، ما يتخطى 1 مليون فرد على مستوى الدولة، ما بين طالب لمدرس لمشارك في العملية التعليمية. فأمر مهم جدا ان الناس كلها تعرف دلوقتي ايه الأوضاع مع اللي هيتم مع الثانوية العامة بالنسبة للامتحانات. في معانا دلوقتي مداخلة مع الدكتورة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم في البرلمان المصري. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا فندم. أهلا وسهلا حضرتك. يعني من خلال متابعة حضرتك لجلسات لجان أو لجنة التعليم بالبرلمان، إيه رأي سيادتك في الاستراتيجية اللي هي بتدير بيها الدولة أو وزارة التربية والتعليم مع وزارة الصحة أزمة امتحانات الثانوية العامة؟ الحقيقة يعني يمكن النقطة دي مهمة جدا، وعملنا ليها جلسة كاملة قبل العيد ب10 أيام لعرض جميع التفاصيل والأمور الاحترازية الكاملة لموضوع الثانوية العامة والثانوية الفنية، وده كان في حضور الدكتور رضا حجازي والدكتور محمد مجاهد النواب الوزير. الحقيقة يعني التفاصيل دقيقة جدا، أهم كل الأمور اللي فيها لحرص على طلاب ثانوية العامة من كل النواحي. عرضنا حتى برغم أنه كان قبل العيد ب10 أيام موضوع التأجيل، وفعلا هو تأجل يوم 21. اللجان إزاي بتتعقم، إزاي البوابات الإلكترونية، عدد الطلاب داخل اللجنة لا يتجاوز 14 طالب فقط، المشرفين والأطباء اللي هيكونوا موجودين، كل الأمور الاحترازية بدقة شديدة، كشف طبعا عن الحرارة، لو في أي حد عنده سخونية حتى لو ما هياش كورونا، لأن مش هيقدر إن هو يكتشف في ساعتها، فده يتم تأجيل امتحانه. يعني الحقيقة تأكدنا من جميع التفاصيل الدقيقة، وكمان يعني يمكن أنا مثلا عرضت إن كمان المفروض إن يبقى في تواصل مع الوزراء الآخرين، وزير التنمية المحلية، في إن أولياء الأمور ما يتجمعوش، ما يبقاش في تجمعات مهمة خارج جدا دي خالص. فكل الأمور ديت يعني الحقيقة رجعناها بشكل دقيق جدا، وحتى ذكرنا أن ما ننساش في ظل كل هذا موضوع الشاومينج والتزوير والتسريب وكل هذه الأمور. يعني نقدر نطمن الناس سيادتك؟ طبعا نطمن الناس جدا جدا من الناحية الصحية، برغم أن هو حاليا يعني الحقيقة في قلق كبير جدا من أولياء الأمور، ياريت يطمئنوا بشدة، وبرضه ويعتبروا كمان هذا القرار ليس قرار وزير فقط بعدم التأجيل للمرة الثانية، لأن في دلوقتي ضغوط جامدة جدا. احنا تبنينا هذا وشفناها مع الوزير ومدى الإمكانية، ولكن الأصح والأحسن ان هم كل ما قدرنا ان احنا نمتحنهم ده يبقى أحسن، لأن احنا مش عارفين الجائحة دي هتنتهي امتى. لو هي محددة بتاريخ معين هتنتهي امتى كان ممكن يبقى في تأجيل مرة تانية، لكن الوقتي الظروف أحسن من بعد كده. وبالتالي وبعدين الحقيقة الطلاب منقسمين، يعني أنا كنت متبنية جامد لأن كان في البداية عايزين يأجلوا، وصلت رأيهم للوزير وللجنة التعليم وكله، لكن قصادهم الناس اتحركت، لقينا في مجموعة كبيرة جدا مش عايزة تأجل. أيوة عايزين يخلصوا بقى ويمتحنوا، تعبوا فعلا. وبالتالي أصبح الرأيين موجودين بنفس التساوي. نقطة هامة كمان، ودي الوزير قال أنه بيشوفها، المواد اللي مش داخله في المجموع بينظر دلوقتي مدى امكانيه مثلا، يعني هو كان المطالب انها تتلغى او تتعمل فيها ابحاث لانها ما بتدخلش في المجموع، هو بيفكر في هذا الامر الان وهيجد لها حل، على اساس ان هي الطالب ما يقعدش فتره طويله في اليوم، لان في بعض الايام امتحانين في اليوم منهم ماده بتكون مش داخلة في المجموع، فدي برضو بينظر بيها. يعني هنا التفكير من البرلمان، من الحكومة، من أي حد، أهم حاجة هي صحة أولادنا. تمام. وأتمنى أن هم يركزوا وينسوا ده شوية، لأن المدة عدت قليلة، أقل من يعني في حدود أسبوعين ويمتحنوا، فيبقى التركيز في الامتحان أكتر، ويسيبوا نقطة الصحة علينا إحنا. إحنا طبعا هنكون خايفين عليهم جدا جدا، ولو أي شيء فيه خطورة هننادي بيه، وهيبقى أمر حتمي أن يتم التأجيل.
تمام. ألف 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 شكر لسيادة النائبة ماجدة نصر على المداخلة الجميلة دي. تمام. الموضوع الثالث يا جماعة النهاردة ده موضوع صراحة كان عجبني جدا وحبيت أن أنا يعني أسلط الضوء عليه. مبادرة عملوها شباب منطقة بولاق الدكرور، مبادرة ممتازة ورائعة، بتتكلم عن ازاي ان الناس المجتمع يقدر يساعد حالات العزل المنزلي وهم في بيوتهم. ومعانا في الشأن ده الحاج احمد دياب رئيس امانة حزب حماة الوطن في دائرة بولاق الدكرور. اهلا وسهلا يا سيادة الحاج احمد دياب. اهلا وسهلا. اهلا بك يا استاذ اسلام، واهلا بكل افراد برنامج الصحة والجمال. ونعم استطيع، وفعلا الشعب المصري ان شاء الله يستطيع يخرج من اي محنة على خير ان شاء الله، ودي محنة وهنخرج منها كلنا بتكافل الجميع وبمساعدة كل اهالينا، هنقدر كلنا نساعد بعض ونخرج من المحنة دي على خير، ونقدر نساعد الدولة في امور كتيرة جدا. يعني انا بحييك جدا يا حاج احمد على المبادرة الجميلة دي بتاعت غرفة عمليات مكافحة فيروس كورونا بحي بولاق الدكرور. كلمنا حضرتك ازاي دي الفكرة جت وبدأت ازاي وهدفها ايه؟ الفكره جت من اخ لينا اسمه الاستاذ علي المالح والاستاذ محمد الشوادي. هم فكروا وقعدنا واتصلوا بيا وقالوا لي عاوزين نعمل حاجه نلاقي بيها نساعد الناس اللي عندهم مرض الكورونا ومفيش طبعا مكان ليهم في العنايه المركزه او في المستشفيات، او مستنيين دورهم في الحجر الصحي. ففكرنا ان احنا نساعدهم من خلال العزل في المنازل بتاعهم بالارشادات بتاعتنا الطبيه، من خلال مجموعه دكاتره برضو معانا. معاكم دكاتره في الغرفه دي؟ معانا الدكتور احمد كامل، ومعانا كذا دكتور، معانا دكتور خالد، ومعانا مجموعه دكاتره محترمين صيادله ودكاتره بشريين، ومجموعه من الناس الشباب المحترم في بلاد الدكرور اللي هو عايز يساعد فعلا. وفعلا الفكره كبرت معانا وابتدينا نعمل جروب وقت واحد واثنين وثلاثه واربعه وخمسه، لاي ارشادات او اي حد محتاج حتى الدواء بنوفره، الاكسجين بنوفره، اشترينا دلوقتي اجهزه اكسجين واشترينا اجهزه ايانولايزر اللي هي بتولد البخار والاكسجين، من جمعنا ثمنها من بعض يعني. بالتكافل الشعبي والاجتماعي، وابتدينا كمان بعض المرضى بيوصل لها الاكل لغايه البيت، من بروتينات، من فيتامين، من فاكهه. الحالات الغير قادره بنتواصل معاها يوميا، وفي شباب محترم من عندنا استاذ حنف الانور بيروح يوصل الاكل لغايه البيوت. وده طبعا ده واجب علينا كلنا في الوقت اللي احنا فيه ده والمحنه اللي احنا فيها، ان اللي يقدر يعمل حاجه ويساعد. حاج احمد كلمني حضرتك عن، هل مؤسسات الدوله متعاونه معاكم في القصه دي؟ هي مؤسسات الدوله بعمل سواء الحي يعني او المحافظه او وزاره الصحه وزاره التضامن. هو في بس موضوع الرقم اللي هو 105 ده في صعوبه شويه للناس بتتواصل عليه، في صعوبه شويه، وحته الانتظار بتبقى طويله شويه بعد المسحه. مثلا المسحه بتقعد بعدها باسبوع قبل ما بتظهر. طبعا قبل ما بتظهر بيكون المريض دوت لو ما عندوش حد بوعيه وكده بيكون اختلط بناس كتيرة بيقول انا ما عنديش حاجة او عندي، بيبقى ما بين الشكوك يعني، ما عندوش الخبرة الكاملة اذا كان عنده مصاب ولا مش مصاب، ده نتيجة ان المسحة بتتأخر. فاحنا يا ريت بس بنطالب سيدة وزيرة الصحة بعجالة المسحة يعني، تبقى بسرعة اكتر، وبنطالب ان يكون في اكتر من رقم غير 105. في حالات بتبقى محتاجه عنايه مركزه، بيبقى عندها امراض مزمنه، ودي طبعا احنا بنقدرش نتعامل معاها جدا يعني، بيبقى فيها قلق كبير، ناس عندها قلب، ناس عندها صح، بتبقى محتاجه انبوبه اكسجين، محتاجه طيب. اخر نقطه حاج احمد، ايه الصعوبات اللي بتواجهكم والمعوقات اللي بتواجهكم وانتم شغالين في غرفه العمليات؟ الحالات المزمنة يعني، الناس اللي عندها أمراض عارضة مزمنة، عندها قلب، عندها
سكر عالي فوق ال 500، ساعات في حالات يعني كانت معانا السكر كل الادويه متوفره و... لا في ادويه كتير ناقصه طبعا، في فيتامينات كتير ناقصه وفي ادويه كتير ناقصه طبعا. انابيب الاكسجين يعني... يا حاج ايه؟ انابيب الاكسجين متوفره؟ لا مش متوفره، احنا زي ما بقول لحضرتك احنا جمعنا من بعض واشترينا يعني اشترينا يعني زي 10 اجهزه كده، بس طبعا غير كافيين للحالات طبعا. في حالات بتظهر في اي وقت بتبقى الانابيب بره كلها عند حالات، وهو موضوع الاكسجين ده صعب شويه معانا وبالله في صعوبه جامده. عامه بنشكرك جدا جدا يا حاج احمد على المداخله الجميله دي، وبنتمنى ان كل منظمات المجتمع المدني وكل شباب المجتمع تحذو حذو المجموعه بتاعت جروب بلاء دكرور في ان هي تساعد حالات الحجر المنزلي في بيوتها. في النهايه ان شاء الله بحب احييكم واشكركم على متابعتكم ليا، وفي النهاية أحب أقول وما توفيقي إلا بالله، إني إلا أريد إصلاح ما استطعت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونعم نستطيع.